بسم الله. دلوقتي وانا شغال في الموديل ممكن تظهر لي بعض المشاكل، من ضمنها مثلا ان في element ليه التايب مارك او المارك بتاعه متكرر، فممكن يكون عندي عناصر كتيرة جدا فياخد وقت كتير في حلها، ان انا ما خليش في عنصرين ليهم نفس المارك او ليهم نفس التايب مارك. طيب احل المشكلة دي ازاي؟ ممكن اشغل الداينامو، هاجي هنا اقول له انا عايز منك حاجة حلوة، ان انت تجيب لي كاتيجوري وقول element of category. كده يبقى انا هعمل select لكل العناصر الموجودة في الكاتيجوري ديت. تمام، ممكن تعمل 20 كاتيجوري، 50 كاتيجوري، 100 كاتيجوري زي ما انت عايز، وتربطهم بعد كده بليست كرييت. ماشي، اهو هاجي هنا اقول له هات لي اللايت، وليكن مثلا لايت فيكتشر. عايز اقرر اقول له كنترول سي كنترول في، واقول له دي خليها مثلا بدل اللايت فيكتشر اللايت كاتيجوري او اللايت ديفايس. ممكن برضو اقرر دول اخليهم بقى ابواب شبابيك. ممكن تبقى كل العناصر موجودة معاك فهي في ملف واحد بس، كلهم يتغيروا مرة واحدة عن طريق ان انا ظربطت بينهم باللايت كريت. اقول دلوقتي مثلا خلي ده الدور، وخلي ده مثلا الويندو. طيب بعد كده هقول له انا عايز فلاتن، فلاتن هقول له الليست هي تربطها بالفلاتن. بعد كده هقول له سيت برامتر، سيت برامتر، سيت برامتر باي نيم. تمام، دي العناصر اهيت الاليمنت، سيت برامتر باي نيم ده البرامتر اهوت الاليمنت. عايز اديله بقى البرامتر نيم، وليكن مثلا هاجي هنا اقول له اديني نص سترينج، ده هكتب فيه المارك او التايب مارك. هنا كان ايه؟ تايب مارك، تايب مارك. الفاليو هاجي دلوقتي اقول له انا عايز اديله الفاليو، هاخد ال ID ID object ID element اللي هي ديت، وبعد كده هقول له انا عايز string from element. from object اهوت، هو دلوقتي هياخد كل الكاتيجوري ويبدأ يظبط البارامتر بتاعتها بحيث انها ما تبقاش متكررة.